مساء الخير. أنا أحمد أمين, the founder of Cure Ticket. لما حد قريب مننا بيتعب بنمر بفترات من القلق والتوتر, والأسوأ من كده إنك تحس إنك powerless, مش قادر تعمل له حاجة. في 2012 لما بنتي جالها مرض ملهوش علاج محدد, جهاز المناعة بيكسر في صفائح الدم, كانت عرضة للنزيف الداخلي لمدة سنة. السبب كان unsafe combination of prescribed drugs. ولما بدأنا ندور في السبب, السبب الرئيسي كان ورقة. الورقة دي هي الروشتة. الروشتة هي الكوميونيكيشن تول ما بين الدكتور, ما بين المريض والصيدلي, عشان نعمل او عشان الدكتور يعمل كوميونيكيشن للتريتمنت بروجرام, واي خلل ممكن يحصل في التوصيل المعلومه دي بيؤدي الى اصابات ممكن تؤدي الى الوفاه. الورقه دي هي اللي فيها كل حاجه عشان اخف. بياناتي الشخصيه فيها, بيانات الدواء, الجرعات والتكرار وخلافه. ووقتها سالت نفسي, هل التجربه اللي احنا مرينا بيها دي ممكن نعتبرها تجربه شخصيه او تجربه فرديه؟ الحقيقه انه في 45 دراسه على 10 من دول الشرق الاوسط بيقولوا ان 90% من الروشتات فيها اخطاء, تلتها هي اخطاء في الجرعات. وعشان كده as a digital transformation expert قضيت 14 سنه بخدم الشركات والحكومات عشان نعمل اوتوميشن للذير انتاير اوبريشنز. قررت انه I don't want to feel powerless anymore. I want to empower our amazing doctors and empower our patients in their journey from illness to wellness. عشان كده بدأنا عملنا Cure Ticket. Cure Ticket is a digital platform that connects patients or connects different stakeholders in the healthcare ecosystem to digitize the medication prescribing and medication dispensing. بكل بساطة الدكتور بيبدأ, بروح للدكتور بيدخل الموبايل نمبر, بيدخل البابليك بين كود بتاعي, بيبدأ يظهر له الميديكيشن هيستوري بتاعي او التاريخ العلاجي, كل الادويه اللي انا خدتها سواء الدكتور كتبها لي او مكتوبه عند دكاتره تانيين. اللي عندهم كرونيك ديسيسز عارفين انه بيروح بكيس الدواء او بيروح بمجموعه الروشتات عشان يقول للدكتور انا دي الادويه اللي باخدها. You don't need this anymore. بعد كده بتتكلم مع الدكتور عن الاعراض اللي عندك, بيبدا يشوف التشخيص, هيكشف, هيعمل whatever. هنبدأ بعدها البريسكرايبنج جيرني اللي احنا كنا حريصين ان هي ما تتخطاش اكتر من 30 ثانية من وقت الدكتور في العيادة. دي الشاشة, الدكتور وانس ان هو اختار التشخيص بيبدأ بعد كده تنزل له تمبلت, either it's ready made by specialized clinical pharmacists او بتكون هو اوريدي مجهزها الدكتور للامراض اللي هو بيعالجها. بيختار التمبلت, بيعدل عليها, بعد كده بنعمل فاليديشن لدراج دراج انتراكشن وخلافه عشان نتاكد انه this is the accurate and safe medication program, وبيعمل سبميت. الروشته بتوصل للمريض اما على كيور اكس اللي هو الانترفيس بتاعه المريض, بيوصل لك اس ام اس او ممكن يكون برنتد. المريض اللي بيستخدم كيور اكس بيقدر يشوف الروشته زي ما حضراتكم شايفين بتفاصيلها, بيقدر يعمل كمان ريمايندرز للدواء, يعمل تراكنج للدوزج بتاعه, وكمان يقدر يعمل تشات سيشنز مع الدكتور بتاعه عشان خلال فترة العلاج لو عنده أي مضاعفات أو محتاج أي سبورت. الريفينيو ستريمز بتاعنا تو بي سستينبل, عندنا ديفرنت ستريمز. أولا البلاتفورم از فري تو أور دكتورز أند بيشنتس. They pay for premium features زي الفاميلي اكونت للبيشنتس او organizing tools للدكتور. بعد كده المريض لما بتوصل له الروشته لو هو انشورد
بنبدأ نبعت الروشتة أو الديجيتال آر إكس لشركة الإنشورنس، أو لو محتاج دراج فولفيلمنت بنبعتها للإي فارماسيز وساعتها بيدفعوا ترانزاكشنال فيز. شركات الفارماسيوتيكلز وهم من أهم الـ خلينا نقول البارتنرز في السايكل، بيكون عندهم أكسس على الأناليتكس وبيدفعوا سبسكريبشنز على الفوليوم اوف دي ايدنتيفايد داتا من الديجيتال ار اكس. الماركت سايز في مصر عندنا 216 الف دكتور مسجل في النقابه، بيكتبوا اكتر من مليون روشته، بنصرف عليهم حوالي 5 مليار دولار في السنه من شركات الفارماسيوتيكلز. اللي بيميز كيور تيكت عن الاي ميديكال ريكوردز او عن الاي فارماسيز ان احنا وي ار سبيشالايزد في الاي بريسكرايبنج، بناخد وقت قصير من الوقت اللي بيديه الدكتور في العياده، عندنا انجيجمنت وذ بيشنتس خلال الجيرني كلها، بالاضافه الى ان احنا بنوفر الهيلث كير او الماركت اناليتكس للهيلث كير اندستري. الجيرني بتاعتنا احنا في 2019 we are done with the validation and beta development, we will launch soon this month عشان نوصل في الكورتر الاول ان احنا نبدا نقدم خدماتنا في اسكندريه والقاهره، وهدفنا في الكورتر الثاني ان احنا نكون وصلنا ل 35 الف روشته اللي هيأهلنا ان احنا نأونبورد ثيرد بارتي بيرز اللي هي الشركات اللي بتغطي المصاريف العلاجيه لموظفينها، وده هيساعدنا ان احنا نتواجد في المحافظات الرئيسية عشان نوصل في الربع الاخير من السنة الجاية ان يكون عندنا 1000 fully onboarded physicians. هيساعدونا ان احنا نوصل على اول 2021 الى مليون روشتة، وبعدها نبدأ نعمل integration مع الانشوررز والفارماسيز. Founders behind Cure Ticket, myself احمد امين وصديقي أحمد غزال. He holds a PhD degree in communication and media from the University of Auckland. He helps CureTicket to communicate with different stakeholders in the industry. sorry. We're fundraising $75,000 as a pre-seed investment. And if you are interested in partnership or sponsorship, please come visit us at our booth. Thank you for your time.